خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه تمام جدا. تمام. ممكن تعلي صوت شويه؟ تمام. معاك سارة؟ اه تمام. ماشي. انا مشكلتي غريبه شويه. فاهمني؟ تمام. انا يعني تعرفت على واحد وكده. كان عن طريق صاحبتي يعني والكلام ده. المهم تمام ماشي. اللي هو دخل يكلمني يعني انا معجبيكي وكده والكلام ده. تمام. فانا ما حبيتش له. لا اللي هو ما كنتش موافقة. وبعديها يلتقط بصحوبية وبعدها يبقى حب كده. تمام ماشي. الدنيا تمام وبقينا يعني يخرب بيت تمادي يا ساره اللي بتقوليها كل مره. معلش يا نهار ابيض، انت في 30 ثانيه قلتي 100 تمام. ماشي. المهم اتكلم بابا وكده، بس كان وقتها كان في ظروف عنده وكده وكلمه، بس قال له انا مسافر ولما ارجع هكلمك يعني كده. تمام. بس خلال الفتره دي انا اللي هو يعني قررت ابعد، اللي هو في مشاكل حصلت وبعدت وكده، وبابا يعني ما جاش كلام بابا اصلا. وقتها شفت ان هو مش قد كلمته وكده. يعني هو قال لك انا هاجي اكلم بابا وانت قلتي باباكي. هو كلمني وطلع خلاص، قال له ماشي انا هكلمك لما ارجع من السفر، وما كلمتش وطلع اونطه. بابا قال له شايف ان هو ما ضرنيش الكلام ده. المهم تمام ماشي. رجعنا تاني وكده، بس يعني من ورا اهلي وكده واتكلمنا وكده. بس المشكله بقى ايه يعني في خلال الفتره الجايه ديت فيها تاني، لقيت عيوب كتيرة فيه. ايه بقى؟ يعني مثلا صحابه يطلبوا مع اهله. صحاب ناس وحشين مثلا؟ ايوه. وحشين ازاي؟ يعني مثلا من ناحية مثلا مش عارف ولا ازاي، مثلا هزار، اللمة مثلا، لا الكلام كده، حاجات كل كتير. الشباب هم قاعدين مع بعض، هزارهم سخيف ولمتهم سخيفة وكلامهم سخيف، وكانوا في تجاوزات. ما اكلش مع اي بنت، لان احنا رجاله وقعده الرجاله كده، مجتمعاتنا الشرقيه كده على فكره. حتى في اوروبا لما الرجاله يقعدوا مع بعض يخرجوا بقى سهره شباب مع بعض، بتلاقي كلام راح شمال. كلام رجاله بتهزر. على فكره الستات برضو لما بيقعدوا مع بعض لمه ستات، ساعات الكلام بيروح شمال برضو، مش كده؟ صح. خلاص مالك ومال صحابه، سيبي صحابه اللي بعده. سيب صحابه ماشي. لما لقيت بقى اللي هو عيوب الغيب ديت، حسيت ان هي بحاول اغيرها فيه، بس هو يعني ايه لا شايف ان هو كده صح. ما علينا. جبت في الاخر وكده. طب انا عايز اعرف ايه دنيتي فيه مش فيه. انا شايف الناس بتعلق على حاجه على امل ما يا ريت ما تجيش، وانا مش بحب كده. تمام. المهم قلت هو نسبة كام في المية انت تقدر تيجي؟ قال لي لا نسبة 100% لا انا اقدر اجي وهثبت واحول مرة واثنين وثلاثة، بس حكيت الماديات مش اكتر. قلت تمام. ونسبة كام في المية يعني مشكلته مادية؟ مقتنعش. ومع انه عادي ممكن يقدر يجي في الوجه، لا انا لما احسم حياتي الاول وضع مستقبلي هو عايز يبقى هو اللي مسؤول عن نفسه، هو اللي يقدر يرتبط. بس ممكن ابوه يساعده يجي يرتبط. ما مشكله، هو في خلافات مع اهله يعني، هو اللي بيصرف اصلا على بابا. هو اللي بيصرف على بابا؟ على البيت يعني، على البيت يعني. ليه بابا ما بيشتغلش؟ لا مش شغال. يعني هو اللي مسؤول عن الاسره، فبالتالي محتاج يرتب نفسه. طب خلاص يبقى الراجل ما غلطش معاكي. تمام صح. تمام. بس انا اديت فرصه كتير يعني، بقى لنا سنتين. انت عندك كام سنه قلتي لي؟ 28. وهو عنده كام سنة؟ هو عنده 25 سنة. 25 سنة. طيب حطلك ما بين قوسين كده وقيت، قال لك انا خلال 6-7 شهور اقدر اجي اتقدم؟ مرة شهر جاد اللي فات كان قايل ان هو هيجي، ولما اتكلمنا تاني ايه راح قال لي والله مش عارف اقول لك ايه، بس انا الدنيا متلخبطة معايا. طب الدنيا متلخبطة معايا، تعالي نأجل 6 اشهر، ولا الدنيا متلخبطة معايا في المطلق؟ المطلق. في المطلق يعني اصبري بقى كده لما نشوف الدنيا عليه. وانت مش عايزه تصبري طبعا في الهوا كده. خايفه وانا يعني تعلق. حسيت ان انا بدات اتعلق كتير جدا. انا المشكله مش بدات اتعلق. المشكله في انه جه اتكلم او قال لابوكي انا جاي، وبعد كده سحب ورجع يكلمك من ورا ابوكي. لو ابوكي عرف انه عمل الملف ده، لو رقصتي مش هيجوزهولك.
ليه بقى؟ لان هيحس انه اتضرب على قفاه. لما الاب او الاخ يحس انه ضرب على قفاه بسبب اخته او بنته، لو بنته دي نزل لها برنس اوف اي حاجه مش هيجوزها، بالذات لما يكون ابوك ده راجل في نفسه كده. انا اديتك كلمه وكنت منتظرك تيجي تتكلم، لا مؤاخذه ما طلعتش راجل، اوكي؟ بعدت وهربت ولفيت على البنت من ورايا، ودي حاجه ما احترمتهاش، لان كده انت بتديني على قفايا، فش اجوزها لك لو اتجننت. انا اللي قلت له كلام في اليوم ده، فانت اللي خليتيني هتحط في الموقف ده وخليتيني ان انا. معلش، انت اللي قلت له كلمه في اليوم ده. انت مسكتيه قلت له يا بابا كلم بابا يا حبيبي في اليوم ده، ولا هو اللي شجعك وقال لك انا هكلم بابا شوفي امتى؟ فقلت له كلمه يوم الاثنين، قال لك لا انت زنقتيني. طب ما انت اللي قلت لي. فعلا. بقول لك ايه؟ مفيش داعي نلف الحقائق. لف الحقائق ده مش هياخدنا الحاجه. انت فاهماني؟ مش هياخدنا الطريق صح. احنا دايما بنزوق الكلام وندي حجج وندي اعذار وندي وندي وندي. ايوه. فمفيش داعي. انت هو دلوقتي وضعه ايه معاكي؟ وضعه اللي انا اصلا بعت، انا قلت مش هقدر اكمل في بدل ما انت شايف بنسبه 100% يعني هتقدر ابو تقول لي احاول مره واثنين وثلاثه ابقى بجد كتر خير. ما انت من المفروض من نفسك تبدا تحاول حتى لو حاجه بسيطه. لو اي حاجه يعني خلاص انت عرفتني وعرفت اهلي وعرفت ماما، اتكلمت كنت متكلم قبل كده. ف يعني في حاجه بيعملوها الاجانب كده، يقول لبعض ايه احنا وي نيد بريك، محتاجين اجازه. قولي له بص احنا هناخد بريك من بعض. ليه ويعني ايه؟ قولي له ان انا انت ابويا وامي عرفوا ان في حد اسمه كذا في الحياه. لما الحد ده ما يجيش ويلف من ورا ابويا وامي ويرجع يكلمني تاني، يبقى انا كده بصغر ابويا وامي وبصغر نفسي. قولي له كده، بصغر ابويا وامي وبصغر نفسي. وانا يوم ما اصغر ابويا وامي وصغر نفسي هبقى صغيرة في نظرك. فأنا عايز أبقى كبيرة في نظر أبويا وأمي، عايز أبقى كبيرة في نظر نفسي، عايز أبقى كبيرة في نظرك. فخلينا ناخد بريك لحد ما تحس إنك عندك استعداد تاخد خطوة جدية، وبعد ما تاخد الخطوة الجدية هنقدر نكمل مع بعض. ومفيش حل تاني غير كده. العلاقات المقفولة أو العشق الممنوع، مفيش داعي نضحك على نفسنا. ساعات قلوبنا تدق ما بنقدرش نعمل عليها كنترول، بس على قد ما نقدر لازم نبقى واقعيين. لازم حتى لو حاسس بمشاعر تجاه انسان اقدر اكبت الاحساس ده جوايا، واقدر اواجه نفسي بحقيقه الاحساس ده وحقيقه العلاقه دي، علشان ما اغرقش في يوم من الايام، علشان ما تسببش في خراب بيتي وخراب بيت الطرف التاني. العمر محسوب بالثانية. ربنا سبحانه وتعالى مدينا عمرنا محسوب بالثانية. وعمرنا اللي ربنا مديهولنا ده هدية، هبة من ربنا، وهيحاسبنا عليه. أنا اديتك عمر، اديتك صحة، اديتك واديتك، اديتك جسم حافظت عليه، اديتك قلب حافظت عليه، اديتك عمر عملت فيه ايه؟ الوزنة اللي انا اديتها لك دي استثمرتها صح ولا لا؟ انا باركت لك كتير في حياتك، هل البركة اللي اديتها لك دي قدرت تحافظ عليها ولا لا؟ عشان كده لازم نكون امنا مع نفسنا، ولازم نجرد كل ما هو النهاردة بقينا مستخبى وراه ستاير وشبابيك وشيشان وكذا غلاف متلف بيهم. نطلع من ده ونواجه نفسنا ونواجه حياتنا عشان نقدر.